طيب لو حد عنده سؤال انا معاكم، ها لو حد عنده سؤال تاني انا معاكم. ادا الكود بتاع ال SSHR. تمام. لان ال SSH ده في 2 فيرجن 1 و 2، بس اوريدي كل الراوترات بتاعتنا ابتداء من اي او اس 15 بقى الديفولت عندنا اس اس اتش فيرجن 2، لان البروتوكول بتاع الاس اس اتش في فيرجن 1 وفي فيرجن 2. تمام. فكنا زمان لازم نشغله الفيرجن 2 لان كان الديفولت بتاعه 1، انما كل الاي او اس الجديده يا محمد بقت شغاله باي ديفولت 2، فما كنتش محتاج الكوماند ده. تمام. طيب في حد عنده مشاكل في الجزئيه دي؟ طيب ده وقت اللاب بقى. احنا عندنا لاب على التلنت، يعني عندنا لاب على التلنت. تعالى كده نشوفه مع بعض حتى نحله مع بعض اهو. اللاب ده رقمه اهو configuring SSH رقمه 5214، 5214 اهو. ارفعه لكم حالا كمان على ال اهو extract اهو. هنعمل له extract فين؟ في المحاضرة بتاعت النهاردة اهوت. تمام. هذا اللاب اهو. اللاب عايزك تعمل SSH على سويتش. بيقول لك ايه اهوت، ده اللاب بتاعنا اهو. بيقول لك والله خش عن طريق الجهاز ده بتلنت تو اس 1 اهو. فنيجي هنا نقول له ديسكتوب، هو معمول عليه تلنت، سويتش معمول عليه تلنت، عايزك تاكتف عليه بقى ال SSH. ماشي. فبيقول لك والله يخش على تلنت و اس 1 واستخدم الباسورد سيسكو. طب هو اس 1 الفيلان 1 كام؟ اللي هو 10 10 1 2 او 10 10 10 2 والباسورد سيسكو وانيبل، والباسورد بتاعتنا سيسكو. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بعد كده يا سيدي بيقول لي بعد ما تعمل الكلام ده save the current configuration so that many any mistake you make you reverse by toggling the power of switch. يعني اعمل copy من run to start. طيب بعد كده بيقول لي show current configuration and note that the password are plain text. اعمل show running configuration اهو، وبص كده على الباسورد هتلاقيها بلان تكست لاين في 2 من 0 من 4، الباسورد بتاعتك بلان تكست. تمام. طيب عايزين نعمل انكريبت بقى. سيت الدومين نيم اند جنريت سكيور كي. اعمل كونفيجر دومين نيم نتاكاد دوت بي كي اي اهو، كونف تي اي بي دومين نيم هنسميه ايه؟ اي بي دومين نيم هنكتب netacad.pka او عايز ده اسم الدومين نيم اللي هو عايزه. طيب بعد كده كريبتو كي جنريت ار اس اي واستخدم 1024، فنقول له كريبتو كي جنريت ار اس اي وطول الكي هكتب 1024. طيب بيقول لي ايه بعد كده؟ بيقول لي بعد كده create the SSH. بيقول لي create an administrator user and the password Cisco. فنعمل username administrator اهو، username administrator والباسورد Cisco. username administrator والباسورد Cisco. بس احنا ممكن نعمل كده لان هو عايز secret اهو، بدل كلمة password هكتب secret. سيكريت سيسكو هي هيها، بس الباسورد
تكون متشفره. تمام، احنا بس ممكن نشيل اليوزر نيم الاولاني ده، نقول له نو يوزر نيم ادمنستريتور باسورد سيسكو، ونعملها سيكريت اهو، ونقول له بقى يوزر نيم ادمنستريتور كونفتي يوزر نيم ادمنستريتور اهو، ونقول له سيكريت سيسكو. طيب وبعدين بعد كده، طيب عملت كده كونفيجر الفي تي واي تو تشيك لوجال يوزر نيم اند باسورد واونلي اس اس اتش. تمام، هنعمل ايه؟ لاين وريموف اللاين اللي موجود. طب هو اللاين اللي موجود من كام لكام؟ شو رانينج كونفيجريشن، هنلاقي هو عامل لاين من كام لكام؟ لاين في تو واي من 0 مثلا 4، ولاين في تو واي من 5 ل 15. فنعمل كده كونف تي نو لاين في تي واي من 0 مسافه 15. ليه نو لاين في تي واي؟ ليه هو زعلان ليه؟ نو لاين، طب لاين في تي واي من 0 مسافه 15 عايزين نلغيها. باسورد سبيد بريفليج نو، طيب نو باسورد، خلاص كده انا قفلتها. نو لوجن، خلاص كده ما عادش فيه. طيب اعمل كده شو رانينج تاني، نو لوجن، خلاص. اعمل بقى كونف تي لاين في تي واي، هو عايزك تعمل ايه؟ عايزك تعمل لاين في تي واي من 0 مسافة 4، وبعدين لوجن الاول ترانسبورت انبوت اس اس اتش، وبعدين لوجن مسافة لوكال، بس كده. بعد ما خلصنا بقى المفروض تجرب الاس اس اتش. نجربه ازاي؟ هنيجي نخش هنا على الراوتر ده وهنعمل ايه؟ هنقول له اهو على الجهاز ده، نقول له ايه؟ اكزيت، وبعدين اكزيت، وبعدين نقول له اس اس اتش ماينس ال، وبعدين ادمنستريتور، وبعدين 10 10 10 2 اهو، بيقول له حط الباسورد. رحت حاطط الباسورد وايه؟ سيسكو، وداخل انيبل اهو اس اس اتش ماينس ال، وبعدين الادمنستريتور ادمنستريتور، وبعدين 10 10 10 2. راح قال لي اكتب الباسورد بتاعتي. هي الباسورد كانت كام؟ انا لسه كاتبها من امتى شويه. هنا ادمنستريتور، الباسورد عندنا كانت سيسن ايه، كانت سيسن ايه تقريبا، ايا كان بقى الباسورد اللي احنا كنا كاتبينها كام. كده احنا خلصنا اللاب اهو، شيك على الريزلت شوف فيها حاجه غلط ولا لا. وانا بس نسيت الباسورد اللي انا كنت كاتبها. الاي بي دومين نيم بيقول انت كاتبها غلط. كاتبها غلط ليه؟ لان اكيد ما خدتهاش كوبي وبس، خدت بقى مسافه ولا حاجه. وفي عندنا حاجة اسمها سيرفيس باسورد انكريبشن، لو انتوا فاكرينها، لو انتوا فاكرين السيرفيس باسورد انكريبشن كان اهو، لو انتوا فاكرينه كنت بخش جوه الراوتر اعمل بس انا طبعا مش عارف اخش لان الباسورد انا كتبتها غلط. ادمنستريتور باسورد، وبعدين 10 10 10 2. هوت اس اس ال اس اس اتش ماينس ال
عشرة 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 اتنين، بس فينا administrator. عشرة 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 اتنين، هيقول لي اكتب الباسورد بتاعتي. انا الكوماند كنت كاتبه ايه؟ الكوماند كنت كاتبه ايه؟ لاين فيت واي من زيرو مسافة 15. للأسف الكوماند خلاص الهيستوري بتاعه خلاص راح. مش فاكر كنت كاتبه سيسكو ولا سيس ان ايه. طب كنا كاتبينه سيسكو مثلا، سيسكو. دخل اهو انيبل سيسكو، تمام. وبعدين كونف تي، في عندنا حاجه اسمها سيرفيس باسورد انكريبشن. طيب اي بي دومين نيم، هو ليه مش عاجبه؟ تعالى كده ناخده كوبي بالظبط زي ما هو عايزه اهو. ده الدومين نيم اهو، فين؟ نت كات دوت بي كي اي اهو. ما تاخدش البوينت دي مع النقطه دي معاه اهو اهو. طيب تعالى نشيك بقى كده، نعمل شيك ريزلت اهو. اللاب كله هو تمام، مفيش فيه مشكله. لو حد عنده استفسار انا معاكم. لو حد عنده استفسار انا معاكم. طيب مظبوط كده يا شباب؟ تمام كده يا شباب ولا ايه؟ تمام. اتفضل. تمام. هو ياسر بيسأل سؤال، هو الكوماندات بتاعتنا بتاعت اللابات ديت انا عندي مشكلة ان انا بعرف فين اللاب. بص كده ياسر، لما يقول لك يوزنج الكوماند برومبت واكتب كذا وكونفيجر كذا، تمام، هو ده اللاب. كرييت كذا هو ده اللاب. انما كلمة فيريفاي، لو انت ما عملتش الكوماندات بتاعت الفيريفاي اللي هي الشو، مش هتفرق معاك في حاجة. اهم حاجة اللي هو بيقول لك مثلا هنا سكيور الباسورد، خش على البي سي 1 واعمل تلنت، تمام. وعموما عشان ما تغلبش نفسك، عشان ما تغلبش نفسك برضو، انا حاطط لكم الحل بتاع اللاب دي كلها فين، هبعتها لكم كلها ان شاء الله النهارده. فين يا سيدي؟ قول لنا فين. ادا نيو سيس ان اي 225، وده سيس ان اي فيرجن 6، وده سمستر 2. ده الباكت تريسر اكتيفيتي اهو، ده اللابات كلها. وفي عندنا حاجه اسمها انستراكتور لاب فايل اهو، هو نفس اللابات اللي انت بتحل عليها بس بي دي اف. فيها ايه الانستراكتور فايل ديت؟ يعني مثلا اللاب بتاع الاس اس اتش اللي هو كان 5 كونفيجرنج مثلا، او كونفيجرنج الفيلان والترانك اللي احنا خدناه امبارح اهو، ده نفس اللاب اللي احنا خدناه امبارح مثلا، تمام. هتلاقيني حاطط لك الحل بتاعه. فين الحل بتاعه بقى؟ اهو اهو، الراجل بيحل اهو. فاللابات بتاعتك دي كلها انا هنزل لك الحل بتاعها، ما تقلقش اهو. انا هجيب لك الحلول بتاعت اللاب دي في صورة بي دي اف زي ما هو معمول هنا كده، تمام. بس هتلاقي بقى الحلول الحقيقية بتاعت اللاب. تخش على اللاب تكونفيجره على الباكت تريسر زي ما احنا عملنا كده، لو ما انتش عارفه تبص عليه من البي دي اف، تمام. تمام، هبعت لكم الفايل ده ان شاء الله، فولدر كده فيه كل الحلول بتاع اللاب. طيب اي سؤال تاني؟ حاضر، والكتب ان شاء الله. بس يعني ايه، سيبوني اسافر بقى وارجع لكم بالليل ابعت لكم كل الحاجات دي. يعني النهارده بعد مثلا 12 ساعه هتلاقي الحاجات دي عندك، تمام.
انا عموما هبعت لك الفيديوهات دلوقتي، الفيديوهات هبعتها لك دلوقتي كلها، بس بالليل لو ما لحقتش هبعت لكم الكتب دي بالليل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خلاص احنا ميعادنا على ميعادنا ان شاء الله يوم الاحد القادم بتوقيت مصر الساعة 8 مساء ان شاء الله. يا ريت لو تذكروا الشباب اللي ما حضروش النهارده ان في محاضرة يوم الاحد بس. تمام ان شاء الله، واحنا كده كده ماشيين في طريقنا، حتى لو الناس ما حضرتش احنا ماشيين في طريقنا ان شاء الله. شكرا ليكم يا شباب، شكرا، مع السلامة.